أكد قائد محور مخمور كوير في قوات البشمركة سروان البرزاني أن هدنة وقف إطلاق النار بين أربيل وبغداد هشة بسبب عدم وجود ضمانات من بغداد. وقال البرزاني إن البشمركة في حالة تأهب وحذر إلى حين إبرام اتفاقات بين الحكومتين. وأشار البرزاني إلى أن القاعدة الأمريكية في منطقة مخمور نقلت إلى مطار أربيل بعد انسحاب البشمركة من هذه المناطق وانتشار الجيش فيها.